السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا في قناة بروسو دي فيديو دي في القناة. إن شاء الله النهاردة هنشرح كلاس جديد، كلاس سيستم دوت انفايرومنت. هو ستاتيك كلاس. ستاتيك كلاس ده انفايرومنت بتتيح لك ان انت تعرف معلومات عن الكمبيوتر بتاعك، عن الدوت نت الفريم ورك اللي انت برمجت بيها البرنامج بتاعك على فيجوال ستوديو. كلاس ممكن تكون شفته كتير في اي اكواد برمجية قبل كده، وبس يعني شفت مثلا خاصية منه بتاع بتطلع حاجة معينة. انا ان شاء الله النهاردة هنقول لك ازاي، ايه هي الخصائص التانية اللي موجودة ممكن تفيدك في ايه. اولا كده في هنبتدي بالبروبرتس اللي معانا في الكلاس ده. اول حاجة الكوماند لاين. الكوماند لاين دي تعال كده نعمل ستارت ونشوف هتعمل ايه. الكوماند لاين دي بترجع لك اسم الكوماند لاين اللي انت شغال عليها دلوقتي، اللي هي بعد تصدير البرنامج بتاعك بيبقى في الكوماند لاين بتاعتك. نطلع فوق كده، هو ده اسم الكوماند لاين بتاعتك. هتلاقيها لو انت دخلت على ملفات المشروع هتلاقيها هنا، اللي هي دي ابلكيشن 48 دوت في اس اس في اس هوست دوت اي اكس اي. في اس هوست دي بس هي يعني حاجة زي ايه، زي بيئة كده بس من ورا من ورا يعني الفيجوال ستوديو، فاهم؟ الفيجوال ستوديو بينشئها عشان يعني حاجة زي ايه، يعني عشان يسرع البرنامج بتاعك وهو شغال، عشان مثلا وانت ده بتوقف البرنامج كتير وبتشغله كتير، فهو دي حاجه زي كوماند لاين خاصه بالفيجوال ستوديو. لكن لو انت قفلت الفيجوال ستوديو ورحت على ملفات المشروع مش هيجيب لك في اس اس. لو انت شغلتها من دوت اي اكس اي اللي في ملفات المشروع اللي هي العاديه دي هيجيب لك دوت اي اكس اي من غير في اس اس. هتلاقي في اس اس دي بس لما انت تلاقي الفيجوال ستوديو شغال، لكن لما بتقفله بيمسحها على طول. في برضو الكرنت دايركتوري، دي تاني بروبرتي معانا. الكرنت دايركتوري دي هي معناها انها هي الملف اللي انت شغال عليه دلوقتي. يعني ايه؟ تعالى كده نشوف مثلا، نقفل كده. هو بتبقى ديفولت يعني هي الملف بتاع المشروع، يعني اوبن فولدر هو ده الكرنت دايركتوري. يعني مثلا لو انا جيت ايه قلت هنا مثلا انشئ ملف، مثلا اقول مثلا ايه فايل دوت كريت، قول مثلا محمد دوت تكست. لو احنا جينا دلوقتي شغلنا البرنامج، فاهم؟ انا بس مش عايز اعمل يعني كمان اصلا الكمبيوتر اصلا ده بطيء من غير ما اعمل رن يعني. فيعني ما في يعني ان انا هو هيعمل هنا تكست، ملف تكست. طب افرض مثلا ايه انا مثلا مش عايزه يعمله هنا مثلا، ده الكرنت دايركتوري ده اللي انا شغال عليه دلوقتي اللي هي الملف ده. انا مثلا ايه عايز اخلي الكرنت دايركتوري ده، لا ده الديسك توب. فانت هتعمل ايه؟ هتعمل بس هتاخد اللي هو اللينك بتاع الديسك توب اللي بيبقى هنا ده، بيبقى هنا في ال ما documents desktop اهي. ناخد ده كنترول سي اللي هو users IP desktop، حسب بقى انت حاطه في انهي ملف، في انهي كورس قصدي. هنقول environment dot current directory، ونقول بس ايه كده، بنحط هنا ايه باك سلاش عشان ات اللي هي علامه الات دي. هيغير لك دلوقتي الكارنت دايركتوري، هيخليها في الديسك توب، بحيث لو انت عملت اي ملف جديد ما تضطرش ان انت يعني مثلا انت خلاص شغال على الديسك توب مش هتغيره كتير، او ممكن هتغيره بس مش في عمليات كتير انت هتعملها مش هتكون على الكارنت دايركتوري اللي هو بتاع ملفات المشروع. فانت بتعمل ايه؟ بتغير الكارنت دايركتوري بتاع الانفايرمنت عامه، لان اي كلاس اي حاجه هتتعمل بيروح للانفايرمنت بياخد الكرنت دايركتوري. لو انت مش مديله اللينك ده بتاع الملف او بتاع الحته اللي انت هتحط فيها الملف بتاعك او اي حاجه هتعملها مثلا على الكمبيوتر بتاعك، فانت بتقول له هنا انفايرمنت دوت كرنت دايركتوري سي يوزرز اي بي ديسكتوب. دلوقتي هيغير لك الكرنت دايركتوري، هيخليها على ديسكتوب بحيث انت عملت اي عمليه هتلاقيها على الديسكتوب هناك. العمليه دي برضو جيت وسيت لو انت عايز تعرف ايه اللي هو الكرنت دايركتوري. يعني ده بعد كده خصائص بقى صغيرة بقى مش محتاج ان احنا ناخدها كده بس دلوقتي. هو
قلنا كده اللي هي current directory. في برضو خاصية اللي هي environment dot is 64 bit operating system. بيقول انت بتقول له انت عايز من هنا بتعرف الويندوز بتاعك 64 بت ولا 32 بت. انا عندي 64 بت، فبيقول لي هنا true. الاي دي بتاع الثريد بتاعتك في الكمبيوتر. ممكن اللي هي environment dot current managed thread id. دي برضو انت بتحتاجها مثلا في كلاسات البروسيس، لو انت بتتعامل معاها مع البروسيسات والعمليات اللي على الكمبيوتر، فانت بتحتاجها مثلا بتاع وكده وحاجات كده. ننزل برضو تحت كده. هنا احنا environment dot is 64 بت بروسيس. البروسيس غير الكمبيوتر. البروسيس في 64 وفي 32، في انواع كتير يعني. بس احنا بنقول له هنا، هو بيقول لي هنا البروسيسور، انا بساله بروسيسور هنا 64 بت، هنا في بيرجع لي اما ترو يا اما فولس. في هنا الماشين نيم بيرجع لنا اسم الماشين بتاعتنا اللي هو الكمبيوتر بتاعنا اللي هو اي بي بي سي انفايرمنت دوت اس او اس فيرجن. بيرجع لنا هنا اصدار الويندوز اللي انت شغال عليه دلوقتي. انا عندي مايكروسوفت ويندوز ان تي 6.1، مش مهم بعديها ايه. انا بساله ايه هو عدد البروسيسور كاونت اللي متسجله، او مش اللي متسطبه عندي في الكمبيوتر، عدد البروسيسورات المسجله في الكمبيوتر. بيقول لي هنا 4 الباست اوف ذا سيستم. بيرجع لي هنا اللي هي environment dot كده. احنا قلنا بس ايه البروسيس كاونت اللي هي دي، اللي environment dot process count دي اللي هي بترجع لك النم اوف بروسيسورز ان ذيس كمبيوتر. والانفايرمنت دوت سيستم دايركتوري بترجع لك اللي هي الباس بتاع ملفات الويندوز اللي هو سي ويندوز سيستم 32. برضو دي في برضو انفايرمنت دوت سيستم بيج سايز. دي بترجع لك لو انت شفت معانا اللي هو الفيديو اللي هي الدوره بتاعت سيستم دوت اي او، البيج سايز دي هي الديفولت، او اقل الديفولت اللي بيخزن بيها السيستم يعني اللي بيخزن فيها البايتات بتاعت اي ملف عليها. يعني لو انت يا ريت تراجع بس السيستم دوت، مش على السيستم دوت اي او ده، على الماب ميموري مابت فايل. يا ريت تشوف الفيديو ده، تشوف بس اول 5 دقايق او 10 دقايق هتلاقيه على القناه اللي هو السيستم دوت ميموري مابت فايل. بنشرح فيه اللي هي الحكايات بتاعت البيج سايز دي، اللي هو الويندوز بيقسم الهاردات ازاي. ده بيقسمها كاسس اللي بيقسمها 4096 4096. انا عندي في حالتي دي 4096 بيقسمها. ومثلا لو ملف اقل من 4096 ياخد له خانه واحده، اكبر من 4096 ياخد له خانتين، والفاضي ده برضو يفضل متسجل للملف. ما فيش كمبيوتر، ما فيش قصدي بيانات تتسجل عليه تاني. فدي البيتش سايز، يعني يا ريت تراجع ميموري مابت فايل عشان تفهم الحته دي. في برضو تيك كاونت. التيك كاونت ده بيقول لنا ايه عدد الملي ثانيه اللي لغايه دلوقتي الكمبيوتر شغال عليها، او ميني اورز فروم لاست. طبعا انا محوله من هنا من ملي ثانيه، عشان تحول من ملي ثانيه لثانيه بتقسم على 1000، ومن ثانيه لدقيقه بنقسم على 60، ومن دقيقه لساعه بنقسم على 60. انا عندي هنا بقالي مشغل الكمبيوتر بقالي 58 ساعة. هو لابتوب، فانا بكسل اقفله اصلا، فبقفل الشاشة وبنيمها كده وبسيبه. في هنا برضو يوزر نيم، بيقول لنا يوزر دومين نيم. وفي اليوزر نيم بيقول لنا يا اما اي بي اللي هو اي بي بي سي اللي هو يوزر دومين نيم، والاي بي واليوزر نيم اي بي. وفي فيرجن دوت نوت دوت دوت نت فريم ورك. احنا قلنا هنا يوزر دومين نيم ويوزر نيم. في هنا environment dot version. environment dot version دي بترجع لك كائن من نوع version. في هنا vs build vs major vs minor. دي بترجع لك معلومات عن الدوت نت نفسها اللي انت مبرمج بيها الكمبيوتر بتاعك، قصدي البرنامج اللي انت مبرمج بيه البرنامج بتاعك على الفيجوال ستوديو. ترجع لك معلومات عن الدوت نت اللي انت برمجته بيها. اليوزر انتراكتيف. دي انت بتبين لنا ان البرنامج ده شغال كويندوز سيرفايس ولا برنامج عادي زي البرنامج اللي هو شغال بتاعنا ده عادي. يعني ايه ويندوز سيرفايس؟ لما انت بتيجي تبرمج ويندوز سيرفايس، ده الويندوز سيرفايس دي ما بتكونش بتاع ده، ما بتكونش ما لهاش واجهه، ما لهاش حتى سي ام دي. ده بتبقى شغاله مع الويندوز من ورا كده. ان شاء الله برضو ممكن تدور انت، او ممكن ان احنا نشرحها انك ازاي تبرمج ويندوز سيرفايس اللي هي بتبقى اللي هي السيرفايسز دي اللي بتبقى في الويندوز، تبقى عمليات شغاله ورا يعني ورا مع الويندوز من ورا انت ما بتشوفهاش. لو هي ترو يبقى لا ده برنامج عادي، لو هو فولس من غير واجهه خلاص لا ده ويندوز سيرفايس.
اخر خاصيه معانا بقى اللي هي الوركينج سيت، دي بترجع لك عدد البايتات عدد البايتات اللي شغاله عليها الملف اللي واخدها من الرام. يعني هنا سايز اوف ميموري ذات يوزد باي ذيس بروسيس، هنا بيقول لنا 18 ميجا اهو، انا بيرجع لنا بايتات، فانا بقسمها على 1024 عشان يدينا الكيلو بايت، على 1024 عشان يديني الميجا بايت. هنا برضو ايه كام 18 هنا، تعال كده نقف بس، يمكن هو زاد في لحظة. شغالها تاني، اهو جايب لنا هاو ميني بايتس ذيس كمبيوتر يوزنج فروم رام، بنقول هنا 19 وهنا برضو ايه 19 اهو، بروسس ميموري ميجا بايت. فكانت في الاول هنا 18 وهنا 19، لان هو ايه طبع بعد كده ده زاد، اللي هو الاستهلاك زاد، فانا ما لحقتش احطها تاني. فبس هي دي البروبرتس اللي معانا. تعالى بقى نشرح كده، فهو في برضو بروبرتي تانية بس تعالى ايه بس كده احنا دي شرحناها، فناخد له كنترول اكس بقى خلاص مش لازم. في الخاصية معانا مهمة جدا 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 اللي اسمها هاش شات داون ستارتد. هاش شات داون ستارتد دي وظيفتها انها بتقول لك هل الكمبيوتر، هل البرنامج بتاعك ابتدى ان هو خلاص يقفل ولا ولا لا. بمعنى يعني مثلا لو تخيل مثلا احنا عندنا ايه كلاس، فاهم؟ مثلا الكلاس ده اسمه ماي ايتم، في كونستراكتور اسمه ماي ايتم، بناخد من المستخدم نيم، بندي بننت اللي هي الجيت والست اللي هي الخاصيه بتاعتنا اللي في اللي في الكلاس، بنديها قيمه النيم. بعد كده في الديستراكتور اللي هي داله الفينلايز اللي بتستدعيها الجاربج كوليكتور، الجاربج كوليكتور دي هي حاجه جوه الدوت نت كده بتجمع لك كل الاوبجكتات بقى اللي انت عملتها طول في البرنامج كله، عشان ايه ما تعملش ليك في الميموري بتاعتك، عشان الميموري بتاعتك ما تتمليش، فهي حاجه اوتوماتيكيه يعني. طب ماشي، في طريقتين لاستدعاء الجاربج كوليكتور. الطريقه الاولى انها بتبقى في خلاص في نهايه البرنامج، هي بتبقى اوريدي خالص في نهايه البرنامج الا في حالات صغيره بس بتشتغل لوحدها من جوه البرنامج لما الميموري بتاعتك تتملي خالص. الحاله التانيه اللي انت بتستدعيها يدوي، فاهم؟ فاحنا هنا ايه لما الجاربج كوليكتور بتيجي تمسح الاوبجكت، بتيجي هنا على داله الفينلايز دي وتستدعيها. مثلا لو انت عايز تطبع حاجه، عايز تعمل اي حاجه قبل والاوبجكت ده بتعمله فينلايز، وهو بيتعمل له مسح خالص من الذاكره، بتعمل حاجه معينه. هنا بقى انا عايز اقول لك ان هو مثلا لو الاوبجكت ده بيتمسح والبرنامج خلاص، يعني انا خلاص وصلت مثلا ايه خلاص لاخر المين هنا، خلاص خلاص، فالجاربج كوليكتور بتيجي وتمسح الاوبجكتات كلها. والله هنا لو الفايرومنت بتاعتك هاز شت داون ستارتد، يعني البرنامج خلاص ابتدى ان هو يوقف، خلاص اطبع مثلا ايه ريموف النيم. لو حاجه غير كده، لو انا استدعيت الجاربج كوليكتور دي بايدي، هيطبع دي مش هيطبع دي. تعالى مثلا ايه ناخد كام مثلا من ماي ايتم، هنقول مثلا ايه ماي ايتم ام تساوي نيو ماي ايتم، نديله مثلا نيم مثلا محمد اي كلام، مثلا ايه تعالى كده ايه نقول ستارت. ايه تحت اصلا هنا صح 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 نسيت. المهم يعني عشان ايه تعالى كده ايه في ال اوريهالك من بره بس ديبج سي ام دي ناخد دي كده عشان نشغلها من بره، عشان الفيجوال ستوديو هنا ما بي لما بيخلص البرنامج بيقفل السي ام دي على طول. لا انا عايز اعرف ايه اللي هيتبع بعد ما البرنامج بتاعي يقف. تعال كده ندوس اهو ريموفد مو اهو، لو وصل لهنا كونسول دوت ريد كي، بعد كده دوست انتر، اهو بيقول لي ريموفد مو. يعني ايه؟ يعني هو وصل لهنا خلص البرنامج بتاعه، بيروح بقى الجاربج كوليكتور وهي تمسح البرنامج. طبعا انا بس عندك ممكن انت تدوس كنترول اف 5 عشان تحافظ على السي ام دي بتاعتك، انا لا الاف 5 ولا اف 10 الاف 11 والحاجات دي مش شغال عندي. انت بتجرب دوس اف كنترول اف 5، لو ما نفعتش معاك تروح عند السي ام دي وشد الملف بتاعك جواه وحطه هنا، تفضل السي ام دي شغاله معاك عادي. فهو بيجي هنا بيمسح البتاع، بيمسح ال
الاوبجكت، هل هو البرنامج خلاص وصل لنهاية المين؟ يعني المين دي خلاص وصلت، انا مش هعمل اي تعليمات تانية، بيطبع دي اللي هي دي، لو ما وصلش بيطبع دي. طب ازاي ما بيصلش؟ تعالى برضو ايه نهلها بالمرة، نقول له هنا جي سي دوت كولكت. جي سي دي كلاس بيتيح لك برضو ان انت تتعامل مع جاربج كولكتور، لو عايز تستدعيها في وقتها دلوقتي ولا مش عايز تستدعيها ولا لا. زيرو هنشرحها ان شاء الله، ده جينيريشن اللي هو الجيل، سيبك من الحاجات دلوقتي بس هنشرحها ان شاء الله بعدين، في لو احنا هنشرح الكلاس بتاع الجي سي. احنا هنا بس اختصار الامر ده يعني ان هو بنعجل بالعمليه دي، بنقول له لا هات اعملها لي دلوقتي، انا عايزك تعملها لي دلوقتي. طب هنا ايه الجاربج كولكتور هنا ما بت... يعني ايه خلاص ده اللي هو الاوبجكت ده لسه انا في استعمال، فانا هعمل ايه؟ تعالى كده ايه ناخد ده كده ايه، لان الجاربج كولكتور ما بتجيش ناحيه الاوبجكتات اللي لسه الايف، هي لسه الاوبجكت ده ما وصلتش لنهايه السكوب بتاعه. هنا بقى هضطر اعمل ده اللي اسمها هاش شوت داون، بعمل جواها الايتم بتاعي، قصدي بعمل جواها الاوبجكت بتاعي. بعد كده بعد ما بيخلص خلاص بقى، يعني الاوبجكت ده لما بيوصل لنهايه الداله هنا خلاص هو الاوبجكت ده انتهى حياته عندي، فبيفضل جوه الرامه، فاهم؟ يعني بيفضل جوه الرامه لغايه ما الجاربج كولكتور تشتغل، هي مش هتشتغل دلوقتي غير لما انا استدعيها او هي لما البرنامج بيخلص. فتعالى كده ايه نود ستارت. صح، ده انا نسيت استدعي الداله. نقول له هاز شت داون ستارت ستارت اهو محمد ديسترويد وزاود ان وزاود اند اوف بروجرام. معناها ايه؟ ان هو لما جه هنا لما انا استدعيت الداله خلاص انا استدعيت الداله، فاهم؟ وعمل اوبجكت بتاعه وخلاص وصل لنهايه الداله، فالاوبجكت ده بيفضل موجود، اللي هي نيو ماي ايتم اوبجكت ده بيفضل موجود في الميموري. بس بعد ما انا بس اول ما باجي انا استدعي الجي سي دوت كولكت بتستدعيها دلوقتي، فاهم؟ فانا لما باجي امسح الاوبجكت بيقول له هل الانفايرمنت، هل البرنامج بتاعك خلاص بيقف؟ لا انا لسه شغال، البرنامج بتاعي لسه شغال عادي، جي سي دوت كولكت ولسه قدام امر كونسول دوت ريد كي ولسه شغال عادي، فبيجي يطبع دي ما بيطبعش دي. فبس هو ده اختصار لل بتاع ده، لل هاش شت داون ستارت دي. شيل بقى ما كده خلاص. في برضه environment dot ext exit. ال environment dot ext دي بتطلع لك من برنامج، يعني ايه بتطلع لك من برنامج؟ يعني ممكن تستعرف اي حته من البرنامج من الداله نفسها هنا ويطلع لك من برنامج عادي تقفله لك. طب ماشي، ايه الفرق ما بينها وبين الريتيرن العاديه؟ يعني مثلا ممكن في المين دي احط ريتيرن في اي حته وعادي وهتخلص البرنامج عادي. ال environment dot ext exit ممكن انت تستدعيها من اي حته من اي داله موجوده في البرنامج بتاعك وتقفل لك البرنامج الاصلي بتاع البرنامج كله، اللي هو البرنامج اللي بتاع اللي هو البرنامج اللي هو شغال كله، بعكس الريتيرن. الريتيرن لو انت مش بتستدعيها من المين بتفنش لك الداله بتاعتك وترجع لك قيمه لو انت هترجع قيمه. طب ايه ماشي، طب خلاص. في برضه احنا قلنا اكس فينيش ماشي، اكس ريكويرز ذا كولر تو هاف بريميشن تو كول اند مانج كود ذا ريتيرن ستيتمنت داز نوت. احنا بنقول له هنا يعني اللي هي الداله اللي بتستدعي ال الاكسيت دي لازم يكون عندها الصلاحيات انها تستدعي الان مانجد كود اللي هو الان مانجد غير مضار بالدوت نت فريم ورك. مش هتفيدك قوي دي. لو اف اكسيت از كولد فروم تراي اور كاتش بلوك ذا كود ان اني فاينالي بلوك داز نوت اكزكيوت اف ذا ريتيرن ستيتمنت از يوزد ذا كود ان ذا فاينالي بلوك داز اكزكيوت. بمعنى ايه؟ لو انت جيت استخدمت لو في لو انت استخدمت تراي او كاتش، لا تراي او كاتش، لو انت استخدمت فيها الانفايرمنت دوت اكس دوت اكسيت الفاينل اللي هو اللي هي الكلمه المحجوزه الفاينل اللي هي اللي هي الاوامر اللي هي لو هو تراي لو هي صح لو ما فيش اي مشكله اللي في مشكله الاوامر اللي هتتنفذ في الريتيرن هتتنفذ، في الانفايرمنت دوت اكس مش هتتنفذ معاك. مش محتاج كوت يعني، احنا يا ريت يعني انت لقيتها دلوقتي كده عادي. طب ايه الرقم الصغير ده اللي هو اكس تو زي اكس زيرو ده؟ دي لما انت بتيجي تستدعي البرنامج بتاعك اصلا من بره،
يعني ايه بتستعيد من بره؟ يعني مثلا زي ما انا بقول لك كده، ايه تعالى كده ايه نقول ايه environment dot ext، هو كده كده اصلا هينهي البرنامج هنا، فهو كنا ايه ما مش اقول لك برضو لما انت بتيجي تستدعي من برنامج تاني، يعني من برنامج تاني مثلا، من هنقول مثلا من هنا احنا عملنا ماتش بباتش سكرين، لا سي كده اهو، احنا عملنا مثلا باتش سكريبت بنستدعي منه برنامج من بره، بنحط هنا البرنامج وبنستدعيه عادي مفيش اي مشاكل، بس البرنامج ده مثلا ايه احنا مثلا في داله هنا، مش داله هي متغير اسمه ايرور ليفل، دي بترجع لي قيمه من البرنامج نفسه، البرنامج بيرجع لي قيمه وانا بستقبلها في الايرور ليفل دي. والله لو لي الايرور ليفل ده من 1639 وانت طالع، بيقول له نو ار جي اس، يعني ايه؟ يعني لو الايرور ليفل اللي جاي من البرنامج، لو الرقم ده يعني مثلا البرنامج انا مثلا اديته اي ار جي اس، اديته بارامترات، هيعالج نفسه من جوه، لو البارامترات دي مش صحيحه او ناقصه بيرجع لي مثلا ايه حاجه فوق ال 1639، لو اوفر فلو، لو باد ار جي ارج برضو، لو باد ارج، لو اللي هي البارامترات مثلا انا بديله مثلا سترينج وهو عايز انت فمش عارف يعمل لها كاست من جوه فبيرجع لي البتاعه دي، لو زيرو يبقى كده يعني هي كومبليت سكسسفولي. يا مان تعال كده ايه نجرب، احنا عملنا ستارت كده خلاص، احنا هنقول ايه سي ام دي ديباج، نشد دي كده عايزين كمان برضو كونسول ابلكيشن 48 ايرجز واحدة، بس مش عايزين كده ندوس انتر is not recognized as an internal، ماشي ماشي CD. هو انا جيت معلش يا جماعه بس وقفت الفيديو، بس كان في حاجه بنيجي هنا بنقول سي دي فين هنا، فين 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 راحت فين، اي بنقول له سي دي هنا مارك سي دي، بنغير اللي هو الفولدر اللي شغال عليه الويندوز دلوقتي، بنخليه سي دي، وبناخد اللي احنا اللينك بتاعنا اللي على الكمبيوتر بنحطه كنترول في هنا، فبيغيره هنا، فبيغيره بيبقى هنا إيه. البرنامج دلوقتي واقف هنا، السي ام دي واقفه هنا، احنا بنقول له هنا ايه برو دوت باد، بنشغل الباد بتاعتنا اللي هو الباتش سكريبت بتاعنا، خلي بالك الباتش سكريبت دي ممكن تكون اصلا يعني برنامج تاني، برنامج جافا سي بلس بلس اي برنامج تاني، بس هو بياخد القيمه من البرنامج. هنا بيقول لنا محمد ديستروي وزود انت اوف بروجرام، زي ما انا قلت لك هنا برضو في الحكايه بتاعت اللي هي السوسته جابها منين اصلا مش عارف، تمام عشان ما عملتش ستارت تاني. فالمهم يعني هو في الاخر جاب كومبليتد سكسسفولي اللي انا قلت لك بيطبعها هنا دي، ده معناه ان هو رجع البرنامج رجع صفر، ده معناه فعلا يعني البرنامج رجع صفر وان مفيش اي مشاكل. ممكن انا برجع رقم تاني غير ده اللي هو الارقام دي ممكن ارجعها وهيطبعها برضو اللي هي نو ار جي اس بات ار جي ارجيومنتس عادي، مش عارف هو جايج ازاي هنا. المفروض يكون خلص، اهو يعني انا نسيت اللي انا يا جماعه انا اسف، انا اللي نسيت ادوس ستارت اعمل لانش البرنامج عشان اعمل له ريليس، هنا بيرجع لنا عادي كومبليت سكسسفولي من غير اللي هي الداله اللي هو استقبلها، لان هو اصلا ايه ان هو انا مش عارف هو ما وصلش اصلا للداله، فهو انا نسيت اعمل ستارت اصلا للبرنامج عشان يعمل له ريليس هنا، فهي دي الاكسيت. بس في ايه كمان عندنا، في فايل فاست، في الفاست دي بتقفل لك البرنامج او بترمي لك اكسبشن للبرنامج عشان لو حصل حاجه بتاع فاهم، بترمي لك اكسبشن وبتدي مسج للايفنت لوجز اللي على الويندوز بتاعتك. يعني ايه هنقول مثلا environment dot fail fast مثلا نقول له هنا ايه اكسبشن اكسبشن from my program. الفيل فاست دي لما الفيجوال ستوديو بيجي يشوفها بيرمي اكسبشن عنده، لان هو اصلا الداله دي المفروض انها بترمي اكسبشن، فعشان نحل الموضوع هي لما بيجي يرمي اكسبشن اصلا بالفيجوال ستوديو بيركب بيرمي اكسبشن من عنده،
فالمسج دي ما بتجيش، فالداله دي ما بتخلصش المهمه بتاعتها على كله، لا هي بترمي، المفروض بترمي اكسبشن، بتعمل كراش للبرنامج. بعد كده انت من بعد ما بتعمل كراش للبرنامج بترسل رساله على الايفنت لوك، اوريها لك دلوقتي. فاحنا بنضطر نيجي نعمل ايه، بنقول ديباج وستارت وزود ديباجنج. ممكن انت تلاقي الخيار ده، ممكن ما تلاقيهوش. احط لك برضو في اللينك في التعليق تحت الفيديو ازاي توصل له. بنقول مثلا ستارت وزود ديباجنج، ان انت ما تعملش ديباجنج، اعمل ريليس على طول. في هنا اصلا مش هوصل لها، هنا اعمل دي كده تعليق ستارت وزود ديباجنج. بص عمل كراش للبرنامج اهو. هنروح بقى على الايفنت لوج. ايفنت لوج، الايفنت فيور دي اللي هي اللوجز والحاجات دي اللي ممكن تحتاجها لو انت في ادمن مثلا بيتابع الويندوز، عايز انت تتابع الويندوز بتاعك ايه اللي بيحصل في الويندوز بتاعك. فمن خلال الايفنت لوج دي والايفنت فيور بتتابع ايه الاحداث اللي بتحصل على الكمبيوتر بتاعك. استنى بس شوية بس عشان الكمبيوتر بس بطيء، انا اسف. كده على ويندوز لوجز ابلكيشنز، اهو في هنا ايرور دونت نت ران تايم. نيجي كده عند الايرور ده اهو، مسج اكسبشن فروم ماي كمبيوتر، اهو رمالي بعت لي رساله على الايرور دوت نت ران تايم، بيقول لي في اكسبشن بقى، ممكن تشرح اللي انت عايزه بقى بتاع. فهي دي الفير فاست اللي هي بتعمله يعني، نعملها كده تعليق. في برضو عندنا ده اسمها جيت لوجيكال درايفز، دي بترجع لك الدرايفات، بترجع لك اري اوف سترينج، بترجع لك اللي هي الدرايفرات اللي موجوده عندك في الكمبيوتر. شوف هي موجوده هنا ولا لا، لا مش موجوده هنا، فمش محتاجه يعني. اللي هي بترجع لك اري اوف سترينج يعني بالسي والدي والاف، لو انت عندك بابا هاردات كتير يعني. في اكسباند انفيرومنت فاريبلز، تعالى كده نشوف هي بتعمل ايه. اكسباند فين تحت اهي، الاكسباند انفيرومنت عشان تركز معايا بس، اللي هي بتبدل لك اي الحروف اللي انت عايزها بمتغيرات في السي ام دي. يعني ايه، لو احنا كده مثلا رحنا على السي ام دي، بيبقى في متغيرات افتراضيه. لو انت كتبت هنا ست، لان كل دي المتغيرات الافتراضيه اللي في السي ام دي اللي انت بتيجي تستدعيها مثلا بتاع. فمثلا ايه هنا، مثلا احنا عندنا ايه، بروسيسور ليفل، تعالى كده مارك كنترول سي الليفل بتاع البروسيس بتاعي، كنترول في، لا لا ما الاعرف ده، فالداله دي يعني مهمتها انها بتبدل لك الكلمه اللي بين اللي هي العلامتين المئويتين دول باسم المتغير بتاعك، بالمتغير الموجود في السي ام دي. وهنا برضو في سيستم درايف، هتلاقيه هنا مش عارف هي فين، سيستم درايف سي. احنا هنقول له هنا اكسباند، استدعي الداله بتاعت اكسباند، هكذا انا ستارت. يوزر نيم 6 اللي هي السيستم اللي هو البروسيسور ليفل بتاع 6 والسيستم درايف سي. فهو يعني بيبدل لك اللي هي الكلام اللي بين العلامتين المئويتين دول بقيمة المتغير اللي موجودة في السي ام دي. ده اللي كده اكسباند. ايه اللي بعد الاكسباند يا معلم؟ في هنا جيت كوماند لاين ارجيومنتس، هنا دي كوماند لاين ارجيومنتس بترجع لك ال بترجع لك ايه هي اللي هي الارجيومنتس اللي دخلت للبرنامج بتاعك من بره. في هنا ايه، فين اهي، جيت اون كوماند لاين كوماند اي ار جي اس اوبن سي ام بي سي دي دوت اوف باتش اي ار جي اس، ماشي. تعالى كده ايه، هنقول هنا ايه، سيبها لك الفكره بس،
هنقول له مثلا هنا بندي له مثلا ايه محمد مثلا، احنا بنقول له محمد احمد، فاهم؟ دي الارجومنتس اللي احنا بنديها للبرنامج بتاعنا، بنكتب اسم البرنامج بعد كده بندي البارامترات بتاعتنا. فتعالى ايه نعمل هنا ديباج، بس ايه هنقول ستارت مش مشكله. صح، ده نسيت استاذ الداله، قصم الدماغ. جيت كوماند ار جي اس ستارت، مفيش اصلا كوماند، احنا ودينا البرنامج احنا بنشغله من فيجوال ستوديو من جوه، فمش هتبقى حاجه. هو بيبقى اول ارجيومنت بس بيبقى في البتاع ده في الفيجوال ستوديو، هو اسم الملف بتاعك اللي انت بتديه للبرنامج بتاعك، ده بيبقى اول ارجيومنت ديفولت في البرنامج بتاعك. فتعالى ايه مثلا، احنا قلنا هنا ايه، جبنا البرنامج بتاعنا حطينا له الاثنين ارجيومنتس دي، احمد ومحمد، بعد كده انتر. اوبريتد بروجرام اور باتش فايل دي از انترنال از نوت اورجانيزيشن دوت ايه. عفوا بس يا جماعه، انا نسيت اللي هي ان انا اعمل سي دي غير اصلا الملف بتاع اللي هو السيم دي عليها واقفه عليها دلوقتي، اغيرها لي الملف اللي انا فيه البرنامج بتاعي. فبنقول هنا سي دي، بنديله اسم الفولدر بتاع البرنامج بتاعنا، بنقول له كده بنستدعي البرنامج اللي احنا عملناه ده ازاي. بنقول كونسول ابلكيشن 48 دوت اي اكس اي، بنديله ارجيومنتس اللي احنا عايزينها، احنا كده دوسنا انتر. بنقول هنا بيقول لنا كونسول ابلكيشن دوت اي اكس اي اسم البرنامج، اسم البرنامج بتاعنا ديفولت، وفي هنا محمد واحمد اللي هي الداله اللي احنا عملناها دي. لو في اي حاجه مش واضحه انا عارف، ممكن كمان يكون الكلام يكون سريع، انا معدي نص ساعه دلوقتي، انا مش عارف على ايه ده انا لحقت الحاجات دي ازاي. لو في اي حاجه واقفه معاك يا ريت تكتب في التعليقات، وانا ان شاء الله ارد عليك. يعني انا اسف يعني لو في حاجه سقطت منك. في برضه ايه عندنا ايه، خلاص كده خلصنا جيت كوماند يا لاين ار جيت انفايرمنتس فاريبلز. فين اهي، ايه يعني ايه جيت كوماند ارجيومنتس فاريبلز دي؟ دي بيبقى فيه اللي هي ايه، انا اقول لك على ايه، بيبقى فيه قاعده بيانات في الويندوز، فاهم؟ يعني تعالى بس نشرح ايه في الاول. السيت انفايرمنت فاريبل اللي هي الفاريبلز دي، هي اللي عباره عن ايه، قاعده بيانات كده في الويندوز او في البروسيس بتاعتك، لو انت عايز تعملها لوكال بس في البروسيس بتاعتك. حاجه زي ايه، زي اللي هي الفاريبلز، انفايرمنت فاريبلز اللي هي بتبقى في الويندوز دي، اللي هي الباس والحاجات دي، اللي انت مثلا بتكتب مثلا تكتب في السي ام دي مثلا تكتب ست، اللي هي العلاقه اللي هي دي، اللي هي ست اللي هي كلمه ست اللي احنا اللي لسه كاتبينها في السي ام دي. دي ست دي اصلا متغير، اللي هو انفايرمنت فاريبل في الانفايرمنت من جوه في الويندوز جوه. دي القيمه دي لما بتتكتب بيبقى ليها قيمه معينه، بتعمل حدث معين، فهي دي الانفايرمنت فاريبل. طب ازاي بنعملها الانفايرمنت فاريبل دي؟ عشان نعمل لها ست بنقول انفايرمنت دوت سيت انفايرمنت فاريبل كي، بندي له اسم المفتاح بتاعنا اللي هو مثلا اللي احنا زي ما انا قلت لك ست، اللي هي كلمه ست دي بنقول له ست. بعد كده بنقول له الفاليو بتاعتنا اللي هي قيمه المتغير اللي احنا عايزين نعمله ده، واحنا هنخزنه فين، اللي هو المتغير ده هنخزنه فين. في عندك ثلاث حتت ممكن تخزنه فيها، في البروسيس نفسها، بحيث ان ما فيش اي برنامج تاني يشوف قيمه المتغير ده. في اليوزر ده لو انت عايز تخليه في اليوزر، يعني ممكن اي برنامج تاني عادي يشوف البرنامج، اي برنامج تاني يقرا الكي دي من لما هو بيجيبها، لما هو مثلا بيروح لليوزر. حب نفس الحكايه برضو في الجيت، يعني اللي انت هتحدد المنطقه اللي انت هتجيب منها الكي بتاعتك او المفتاح، فانت مسموح له ان هو يشوفها ولا لا. في الماشين دي لو انت عايز تخزنها فعلا في الويندوز من جوه، يعني انت تمسحش بس الماشين، بتتطلب ان انت ريكوايرد ادمنستريتور بريميشن، ممكن تجيبها انت على النت انك تخلي البرنامج من جوه في الفيجوال ستوديو اصلا يشتغل بالادمنستريتور بريميشن. بس اختصار بس الوقت، هي موجوده على النت على اليوتيوب على فكره، هاتها يعني، اي فيديوهات كتير قوي الناس عاملاها، مش عارف فيديوهات كتير قوي. ماشي، احنا بنقول هنا سيت انفايرمنت فاريبل، فلو مثلا احنا هنسمها اف ان سيت انفايرمنت فاريبل، هنا بروسيس هنا بروسيس. الجيت انفايرمنت فاريبل دي بقى عكسها، بتجيب اسم الكي بتاعتك وتطبعها. نقول مثلا ايه، نقول هنا سيت بار وجيت انفايرمنت فار، مثلا نقول مثلا ايه اوكي، مثلا هنا نقول مثلا جوجو كي وكفاليو، هنقول مثلا ايه اي رقم كده وبتاع. هو الجيت انا هيروح على الجوجو،
فاهم، ويجيب القيمه بتاعتها ويطبعها. احنا بنقول له هنا ايه، هاتها من القاعده اللي هي بتاعت البروسيس وهتطبع الفال اللي هو الداله دي بترجع لك القيمه بتاعتها. ستارت اهو القيمه اللي احنا رجعناها من البروسس بتاعتنا. خلي بالك لو في اي بروسس تانية شغاله في الحكايه دي مع نفس البتاع مش هيشوفها، مش هتشوف القيمه دي، لازم انت تحطها في اليوزر. اليوزر مش هيرمي لك اكسبشن، مش محتاج اصلا ان هو ادمنستريتور. طب ايه مثلا لو انا غيرتها وخليتها يوزر، هيسجل الفاريبل ده في اليوزر حتى لو البرنامج بتاعك قفل خلاص، هتفضل الفاريبل فاهم. ممكن للبروسيسات التانية اللي توصل للفاليو دي او الكي دي، لو البروسيس برضو زي ما احنا قلنا برضو، لو البروسيس دي يوزر بدل البروسيس خليناها يوزر. في هنا برضو جيت انفيرمنت فاريبلز دي خدناها خلاص، سيت انفيرمنت فاريبلز. في جيت فولدر باس، الداله دي بترجع لك هنقول هنا ايه، جيت فولدر باس انفيرمنت دوت سبيشال دوت مثلا نقول ديسكتوب. الداله دي بترجع لك، هنشوف كده بتعمل ايه. فين 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 جيت انفيرمنت فاريبلز او جيت فولدر باس. الداله دي بتعمل ايه، بتديها عندك انت اصلا في الـ في الانفايرمنت دي حاجه اسمها سبيشال فولدر، ده انيوم فاهم. بيتيح لك ان انت مثلا ايه، في هنا سبيشال فولدر دور اللي هي الفولدرات السبيشال اللي موجوده عندك في الكمبيوتر. في هنا مثلا ايه كوكيز، في هنا الفونتس، في هنا الهيستوري. بتفيدك انت الحاجات دي في ايه، انها بترجع لك الباس بتاع الحته دي. مثلا الديسكتوب بترجع لك الباس بتاعه اللي هو السي مثلا، اي بي سي اي اللي هو عندي في الكمبيوتر مثلا، اللي هو موجود على كورس السي في الدوكيومنت بتاعت الاي بي كده. بحس ان انت ايه، لو انت هتشتغل البرنامج ده على كذا كذا كمبيوتر مختلف، فانت ما الكمبيوتر المختلف ده ما بيكونش فيه نفس الباس بتاع الديسكتوب، فانت من خلال الميزه دي بتقدر ترجع لك فين ال يا جماعه، بس انا بتكلم كتير انا اسف، بترجع لك الباس بتاع الحته دي دلوقتي. تعال كده نعمل ران ونشوف اهو، سي يوزرز اي بي ديسكتوب. ممكن الباس ده يتغير من اي كمبيوتر تاني اللي انت من خلال لو انت هتشغل برنامج من حته تانيه. في برضه ايه سبيشال فولدر دوكيومنتس، في سبيشال فولدر ويندوز، في حاجات كتير يعني. على ما اعتقد في حاجه نسينا نقولها اللي هي جيت اول فاريبلز دي، انا ما كتبتهاش وانا بكتب البتاع. احنا قلنا الاكسباند او في الاستاك تراك برضه ما قلناهاش. طب كويس كويس ان احنا ما عدناهاش. في احنا قلنا ايه، جيت اول فاريبلز دي بترجع لك كل الانفاريبلز اللي هي كل ال رجع لك كل الفاريبلز الموجوده في حته معينه اللي هي الانفايرمنت فاريبلز. احنا بنقول له مثلا ايه، هي بنقول له مثلا نجيبها مثلا من البروسيس مثلا، او هجيبها من اليوزر، هنجيبها من الماشين مثلا. فهو بيخش يعمل فور اتش ديكشنري انتري دي انفايرمنت دوت جيت انفايرمنت فاريبلز تارجت، فاهم، من الحته اللي احنا بنقول له عليها. بنقول له كونسول دوت رايت لاين، بنطبع الكي والفاليو مع بعض. تعالى بس ايه نقول كده ايه، جيت environment variables، هنقول environment variable target dot مثلا، هات مثلا من البروسيس بتاعتك. احنا عايزين ايه، نقول set مثلا ايه، set environment variable، هنقول مثلا هنا في ال يعني مثلا قيمته هنا ايه A1 واحد اتنين تلاتة اربعة. هننزل تحت كده ايه، هنقول set environment variable بدل ما نخليها في البروسيس هنقولها في اليوزر دوت اليوزر، وانت بتاعتك دي هتجيبها من دوت يوزر فاهم. تعال كده نعمل دوس ستارت جيت اول variables، هنشوفها دلوقتي هتبع لنا كل ال variables اللي هي في اليوزر دي، بس ما طبعهاش ولا هو لسه ما وصلهاش اصلا. لا وصلها اهي، دي كل الفاريبلز موجوده عندك في اليوزر نفسها. في هنا برضو ايه، لقينا هنا ايه A1 قيمتها A1 بتساوي 123، واحد بتساوي محمد،
سي يوزرز لوكال تيت في النهاية ايه 1 ايه بتساوي 1 2 3 جبناها اهي. برضو انت ممكن مثلا من خلال برنامج تاني مثلا تقدر توصل برضو لنفس النمط. هنقول جيت انفايرمنت فار، بنديله القيمه بتاعتها وبنديله الانفايرمنت هنا، بنديله انفايرمنت دوت تارجت دوت يوزر، يا اما بروسيس يا اما هو اليوزر، عشان مثلا لو البرنامج بتاعك ده قفل وانت عملت فاريبل من البروسيس دي من بره بقى بايه بيجيبها تاني من اليوزر من اي برنامج تاني يعني. اظن وصلت لك الفكره يعني. في ايه تاني؟ مفيش حاجه تاني، خلاص احنا قلنا الحاجات دي. طب ماشي خلاص كده، ده الدرس. ستاك تراك، صح، ستاك تراك. هنقول environment dot stack track get. ماشي CW الستاك دريك دي احنا من خلالها احنا نقدر نتتبع البرنامج بتاعنا ماشي ازاي. احنا مثلا قلنا مثلا هاس شت داون، احنا كتبناها في الداله دي هاس شت داون، فاهم؟ البرنامج بتاعنا اشتغل من المين، فاهم؟ فبعد كده هيستدعي داله الهاس شت داون، بعد كده بتستدعي داله الستاك تراك اللي هي البروبرتي بتاعتها. تعال كده نشوف، تعال نعمل رن ونشوف ايه اللي هيحصل. اهو بيجيبها لك من تحت خالص، بيقول ثريد ستارت، بعد كده بيقول بنقول له هنا فين المين، فين المين يا لاقي، فين اب دومين دوكيمنتس. بعد كده بروجرام سي فين المين، انا كنت شوف اللاين بتاعها هي فين اصلا. في اللاين 47 اسمبلي لان 61 دي احنا بنستدعي منها اللي هي البتاع، ممكن الكلام بس من جوه كده فمش باين، انا اسف. بس هو بيقول لنا لاين 61 هنا احنا بنستدعي الداله، بعد كده لاين 96 ننزل تحت كده من خلال احنا بنستدعي اللي هي داله الستاك تراك او اللاين 96، بعد كده في دوال جوه الستاك تراك اصلا بتستدعي نفسها يعني، فاهم؟ تقريبا هي دي اللي هي السيمبلي دوت سترينج، في سترينج اللي هي ار جي اس دي بقى المين من جوه، فمش باين هنا في البرنامج بتاعنا. فالستاك تراك دي انت ممكن من خلال برضو ان انت تقدر ان انت ايه بعمليات بقى اللي هي السترينج الموجوده اصلا يعني، ده بتجيبها لك على انها سترينج واحده. ممكن انت بقى من خلال ان انت ايه بعمليات السترينج اللي هي الكومباكت والريموف والحاجات دي، تمسح الحاجات اللي مش اللي انت مش عايزها دي وتطلع برضو بس الستاك تراك اللي هو مثلا مين، بعد كده اللي هو الداله اللي انت بتستدعيها، بعد كده الداله اللي هي ستاك تراك دي. بس هي دي الكلاس انفايرمنت. معلش انا طولت، معلش بس يا جماعه انا اسف، انا بطيء شويه في الشرح انا اسف، وكمان الداله اللي هي الكلاس دي كبيره شويه. عندك اي استفسار عن اي حاجه مش واضحه في الفيديو يا ريت تكتبها تحت في التعليقات، وان شاء الله ارد عليك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.